تحت رعاية معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، افتتح نائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن العاصمي ورشة العمل الخاصة بمراجعة وثائق ومعايير مواد الهوية الوطنية في المدارس الأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج التعليمية الدولية. الهوية الوطنية مكون أساسي في تكوين شخصية الطالب، ولا شك أن المملكة العربية السعودية دولة الإسلام ومهبط الوحي، فمن المهم جدا أن تكون مثل هذه المقررات أيضا موجودة وتتم وفق معايير وأسس وضوابط تتفق مع طبيعة المرحلة وطبيعة الصف وطبيعة الطالب. تأتي هذه الورشة انطلاقا من اهتمام وزارة التعليم بتطوير كافة جوانب العمل بوكالة الوزارة للتعليم الأهلي في ظل التوسع الذي يشهده القطاع الأهلي بما يتماشى مع متطلبات الفترة الحالية. تشكل مواد الهوية الوطنية بعد أساسي بالنسبة لنا في المدارس الأجنبية والبرامج الدولية، ولذلك هدفنا من خلال هذه الورشة إلى عدة أمور. أولاً الاطلاع على التجارب التطبيقية للمدارس الأهلية والأجنبية المطبقة للبرامج الأجنبية، وأيضاً الاطلاع على تجارب بعض الجهات، شركة تطوير الخدمات التعليمية، مكتب التربية لدول الخليج، خلافاً للواقع الإشراف التربوي على هذه المدارس. الهدف النهائي اللي نسعى له أن نصل إلى معايير موحدة لتدريس هذه المواد. نعلم أنه في المملكة تقريباً وصل عدد الطلاب يتجاوز 300 ألف طالب في المدارس العالمية، وهؤلاء الطلاب يحتاجون إلى رعاية خاصة في مواد الهوية الوطنية، لأنهم يدرسون منهج عالمي لكن ودولي، لكنهم في المواد الهوية الوطنية خاصة في مواد الرياضية التربية الإسلامية والاجتماعيات واللغة العربية يجب يعني أن نركز عليهم بشكل أكبر. ورشة مهمة وجات في وقتها للتأكيد المدارس على أهمية الهدف الوطني تدريس مواد الهوية الوطنية اللي هي التربية الإسلامية ولغتي ومواد الاجتماعيات في بعض المدارس. تميزت الورشة بطرح العديد من الأوراق العلمية التي يتطلع منها أن تضيف العديد من جوانب النجاح المنشود. لقناة عين، بدر الدوسري، الرياض.